لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى هنتكلم خلال محاضرة بعنوان الوضوح والبيان والجلاء. وضوح والبيان والجلاء. في البداية بنقول دايما الإنسان يحتاج إلى وقفة مع النفس، وهذه الوقفة لا تكون وقفة عابرة، ولكن أحتاج إلى وقفة مع النفس دوما للتقييم، وكذلك أيضا للتصويب، للتقييم وللتصويب. المسلم يعني لا يصح أن يسير هائما على وجهه، لكن لابد أن يكون عندنا هدف، عندنا رؤية، وعندنا طريق واضح بنسلك هذا الطريق، خاصة ونحن نتعامل مع القرآن، خاصة ونحن نتعامل مع القرآن. فقارئ القرآن أو صاحب القرآن هو أولى الناس بتفعيل ذلك الدور في الحياة من خلال التوجيهات التي نتعلمها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من هذه النصيحة في نهاية حياتي: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. المطلوب عندما أنا أستمع إلى هذا الكلام، هذا كلام موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلي، لا أنظر أن هذا كلام موجه إلى غيري، وبالتالي لن تحدث الاستفادة. ولكن عشان إحنا نستفيد من النص، يبقى لابد أن إحنا نؤسس أولا منهجية التعامل مع النص، عشان ننظر إلى مسألة التقييم والتصويب في منهجية. لابد أن أتأكد في داخل نفسي أن هذه المنهجية تم ترسيخ هذا المنهج في التعامل مع النص داخل نفسي. هذه المنهجية بدأت مع بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى دي البدايات، هذه هي البدايات. لما أجي أقول أنا محتاج إلى وقفة مع النفس للتقييم والتصويب، لازم يكون عندي قيم، عندي معايير أنا أزن الأمور على أساسها. إن لم يكن عندنا قيم أو معايير، فعلى ذلك حياة الإنسان هي عبارة عن إيه؟ صفحات بتطوى، بينتظر عند ذلك الرحيل. لكن المسلم لابد أن يكون له رؤية واضحة، وليه هدف واضح، وليه طريق بيقوم برسم خط السير في الحياة. أنا أرسمه إزاي؟ من خلال هذا الكتاب. قلنا جملة وجيزة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده وإن اعتصمتم به. اعتصامه التمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، لولا ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى عضوا عليه بالنواجذ، يبقى ده الكتاب. بس هي مش عبارة عن حفظ حروف أو إقامة حروف، لكن كيف يكون الأداء خلال إقامة الحدود، أو بمعنى آخر المعنى الذي بتدل عليه الآيات. فمنهجية التعامل مع النص بصفة عامة، سواء كانت من القرآن أو السنة، هذه منهجية تم تأسيس هذه المنهجية في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مع بداية نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. ما نيجي كده نسترجع إحنا معلوماتنا، فنقول يا ترى ما هي الآيات الأول التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الآيات الأول؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ
ربك الأكرم الذي علم الإنسان، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دي كانت البدايات. طب يا ترى اللي بعد كده ايه اللي نزل؟ يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر، يعني احنا في الآخر النتيجة حنصل إليها، سواء بدأنا بأيها المزمل أو يا أيها المدثر. لو قلنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب لو قلنا دي اللي نزلت بعد اقرأ، بعد كده يا أيها المدثر قم فأنذر، ثلاث كلمات بس. هذه الكلمات هي التي تكون منهجية التعامل مع النص. لسه ما فيش تكاليف، ولكن دي منهجية تؤسس عشان أي نص بعد كده حيأتي، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الرب سبحانه وتعالى، أتعامل معاه من خلال هذه المنهجية. أول بند هو القراءة والاستيعاب، علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى مش إقامة حروف ولكن وقوف على المعاني. بمعنى كده أي نص أنا بقرأه أو بستمع إليه، هذا النص قل على ذلك ما دل عليه من معاني. هذه من الأهمية بمكان، إن أنا النص أو اللفظ والمعنى الذي دل عليه، لأن ما من نص من الكتاب والسنة إلا له معنى يدل على معنى. فلذلك يبقى أنا مع أي نص أقف على المعنى الذي دل عليه النص، وقفنا على المعنى. طب بعد كده ماذا نصنع؟ يأتي بعد ذلك تفعيل المعنى في واقعه، الاستفادة الشخصية الذاتية من خلال هذا النص عما دل عليه. أول أمر يبقى أنا لابد أن ألتزم هذا المعنى في واقعي، سواء كان يعني بيتكلم على سلوك، بيتكلم على خلق، بيتكلم على عمل، بيتكلم على أمر عقدي، بيتكلم على أقوال، يبقى أنا ألتزم ما دل عليه النص، يبقى دي الاستفادة. الجزء الثاني بعد ذلك هو أثر هذه المعرفة أو الدور الإنسان مع المجتمع. إيه دوري مع المجتمع؟ إبلاغ الحق. يبقى أي مسألة احنا نتعلمها، أي نص بتعلمه، يبقى على محورين. في محور إن أنا ألتزم هذا في شخصي وفي ذاتي، أطبق. الأمر الثاني نشر ذلك الأمر، إبلاغ هذا الحق إلى الناس. دي منهجية بتؤسس داخل الإنسان، وبالتالي مع أي نص النصوص هيتم التعامل بهذه الصورة. عشان كده احنا وجدنا هذا النتاج الظاهر على الصحابة رضي الله عنهم في استقامتهم على المنهج، كنتيجة لتأسيس هذه المنهجية داخل النفوس. الصحابة رضي الله عنهم هنجد يعني هذه السرعة أو الفورية في مسألة التطبيق، وكذلك في نشر هذا العلم وفي نقل هذا العلم. ولا لما نيجي نفكر قليلا، هذا العلم كيف نقل إلينا؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. ما بنيجي نتكلم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، يبقى نذكره الصحابي ده نقل لنا، التزم ذلك في نفسه وفي شخصه، وكذلك قام بهذا الدور في نشر ونقل ذلك العلم إلى الغير. دي منهجية لابد أن تؤسس داخل النفس، ولابد أن نتأكد من رفقية داخل نفسي عشان أبدأ بعد ذلك أتعامل مع النصوص. وإلا من الممكن إحنا بنرى التعامل مع النصوص بيستزيد الإنسان معرفة مع قلة التفعيل، بنجد إن العمل ده يبقى منحة. إيه السبب؟ يبقى الفهم العقيم في طريقة التعامل مع النص إن أنا بنحفظ القرآن، وبالتالي طب يا ترى الدور بعد الحفظ ده ماذا تصنع؟ مفترض إن أنا أسألك، يعني هذه الآية عما تتكلم؟ حسبك، أنت بتقرأ بآيات، أقول لك حسبك عما تتكلم الآية، يبقى عندك معنى واضح حتى لو كان معنى إجمالي. عندنا معنى واضح حتى لو كان معنى إجمالي، وإلا أقول يا ترى القرآن ده نزل للتطبيق
ولا نزل هذا القرآن لكي تحفظ الكلمات في الصدور؟ ده خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى الخارية عشان أصل إليها، يبقى أدي الدور، أقف على المعنى وما دل عليه، ثم أنظر كيف أضع التصور للتطبيق، هذا جانب محور. الثاني هو أن أقوم بالتطبيق، بنشر ذلك العلم وبث هذا العلم، كحال الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. المطلوب إن أنا كيف أتعامل مع القرآن. حالنا ممكن يكون في هذا العام كحالي في سابق الأعوام، يعني المسألة لم يحدث أي نوع من أنواع التغيير. فيا ترى إيه البرنامج أو المنهج أو ما هي الخطة التي نضعها لكي أنفذ ذلك الدور الذي علي في الحياة؟ الكلام ده كله هيبقى انطلاقنا من خلال قلنا القرآن. هذا المنهج أتى واضحا جليا، المنهج أتى واضحا جليا، لا غموض فيه ولا إبهام. فالمطلوب فعلا نحن نتعامل بهذا الوضوح مع النصوص. لما أجي أقول أنا أرسم خط سيري في الحياة، كيف أرسم خط سيري في الحياة؟ هنقوله من خلال القرآن. يعني القرآن وضح لنا ذلك بيانا كافيا شافيا واضحا بينا. أقول أن القرآن يعلمني أن بداية دخولي إلى الحياة يكون من خلال هذا المنهج. يبقى كيف هنخطو أولى الخطوات في الحياة؟ من خلال المنهج. كيف من خلال المنهج؟ وده كلام إحنا قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف، الدخول أهو. يبقى كيف أدخل من باب الحياة؟ يبقى عن طريق التعليمات والتوجيهات المستفادة من المنهج. يبقى المستفادة من المنهج دي بداية الخطوات أهو. كيف أخطو في حياتي؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الدخول، الفهم، الدراسة، المذاكرة. يعني نفرق بين أمرين، أنا مطلوب مني أن أنا أتعرف على معالم وملامح هذا الدين. منين؟ من هذا الكتاب الذي أنزل الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أنا أسير في حياتي حتى نخرج من باب الحياة أيضا، بس نخرج من باب الحياة الأخروية. فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه خط النهاية، نهايتي في الحياة، هذه خط البداية أو نقطة البداية والانطلاق. يبدأ من تفعيل هذا الدين، وده لا يأتي أبدا إلا من خلال الدراسة الواعية والمذاكرة، وكذلك أسير في ذلك الطريق حتى أصل وأخرج من باب الحياة. يبقى لا نقول هنخرج، يعني هنخرج إلى باب الحياة، هي الحالة الأخروية، وبالتالي يتطلب الاستمساك بذلك الدين وهذه المعالم والملامح الواضحة حتى يعني تنطوي الأيام ونخرج إلى الحياة من ذلك الباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من أهم الأمور أن يكون لي شعار أعيش من خلاله في الحياة. لما أسألك كده ما شعارك في الحياة؟ يعني هذا الكلام بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان إيه شعار الصحابة رضي الله عنهم في الحياة؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ده كان شعارهم، وشعار ده تم تأسيسه داخل نفوس الصحابة. فكان بغي الصحابة دايما كيف يصلون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وكيف يصلون إلى المنزلة والجنة والدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فكان شعار الصحابة رضي الله عنهم في الحياة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت،
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم لك أسلمت، إعلان الإنسان الدائم. وعنوان حياة الإنسان هو في تفعيله لهذا الدور، تفعيل هذا الدين في واقع حياته. وبالتالي أقول جاء واضحا بينا: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، مفصل واضح. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، يبقى كل جوانب حياتي يقيني كده، كل جوانب حياتي محكومة بهذه الرسالة، محكومة بهذا المنهج، فيش جانب أبدا يخرج عن هذا الإطار. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني الآيات بتتكلم مين يا ترى اللي بيستفيد، مين اللي هيستفيد؟ شرط الاستفادة من القرآن هو الإيمان. الإيمان هو شرط الاستفادة، هدى للمتقين كما احنا بنقرأ في البداية. وبالتالي شرط الاستفادة بالقرآن هو ترسيخ قواعد الإيمان داخل النفس. القرآن أتى واضحا، نعم، بينا وجليا واضحا، وضوح المنهج في بيان الغاية التي خلقنا من أجلها. هنجد وضوح المنهج في بيان الهدف اللي احنا نسعى للوصول اليه، ايضا وضوح المنهج في بيان الطريق الموصل الى تحقيق الهدف، ايضا وضوح المنهج مع بيان العقبات التي تعترض الانسان في طريقه وفي سيره الى الدار الاخره، وضوح المنهج في بيان المقومات الشخصيه التي ينبغي ان يكون عليها المسلم حتى يستطيع أن يسير في هذا الطريق إلى نهايته بلا انقطاع، ويصل إلى الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. أيضا وضوح المنهج في بيان الأدوات والوسائل التي يستعين بها الإنسان في سيره في طريق ربي سبحانه وتعالى مستقيم حتى يصل المنزل، ووضوح أيضا المنهج في بيان المآلات، للطريق الذي يختار الإنسان. منهج واضح، منهج واضح في كل الجوانب. إن قلنا وضوح المنهج في الغاية، يبقى لو قلنا لماذا خلق الله تعالى، سؤال كده أولي، فالكل طبعا هيجيب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الأمر واضح، الأمر واضح، فوش إشكال، فوش إبهام، فوش غموض. نحن لم نخلق إلا العبادة. يا ترى في إجابة غير هذه الإجابة؟ ولا هي الإجابة؟ يعني دي إجابة مستقرة في نفسك، مستقرة في نفسك أنك لم تخلق إلا للعبادة، مستقرة؟ طيب يا ترى لو سألتك قل لي عن ملامح ومعالم العبودية المطلوبة، هنعرف نجاوب ولا لا؟ احنا بنتكلم على قضية هامة جدا، دي القضية الأساسية اللي أنا خلقت من أجلها. وبالتالي يا ترى أين بقى الفكر؟ فين الفكر في ذلك؟ الفكر هو إعمال النظر في الشيء، فكر يعني إعمال النظر في الشيء. يبقى نفكر، لو احنا افتكر كده الوليد بن المغيرة لما قال هذا القول الخبيث في القرآن، ماذا صنع؟ إنه فكر فقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. فقال جاب بعد الفكر ده وبعد إمعان النظر يخرج بهذه الجملة، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا إلا قول البشر. لكن انظر ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف بيكون التفكير، وكيف فعلا إعمال النظر في الشيء عشان يستخرج هذا القول. وأنا كذلك أيضا لما اجي افكر انا خلقت لعبادة ربي سبحانه وتعالى، فيا ترى العبادة دي هي كلام لا معنى ولا رصيد له، ملوش تفاصيل. احنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى
ووضح لنا الغاية التي خلقنا لأجلها والمهمة التي خلقنا لأجلها، أيضا وضح لنا معالم وملامح العبودية التي أسعى أنا وأنت إلى تحقيقها. فلا بد أن يكون الوضوح ده يعني عندك، الوضوح ده لا بد أن يكون عندك. ليه؟ لأن الإنسان مش ممكن يبدأ في التطبيق إلا لما يضع التصور. أولا نفهم المفهوم الصحيح، الفكر ده ينتج مفهوما والمفهوم ده بينتج تصورا أنا بنطلق من خلاله للعمل والأداء، العمل والأداء. فما هو المفهوم الصحيح؟ طيب ما هو التصور عشان أنا أصل إلى هذه الغاية التي خلقت أنا من أجلها؟ يبقى لابد أن أنا يكون عندي تصور واضح يعني. فلما نسأل عن ذلك أقول لك ما هي ملامح ومعالم العبودية المطلوبة مني، وأنا الكلام ده حنأتي به كما بينا من خلال القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لم يبين لنا أننا خلقنا للعبادة ثم تركنا، لا ده قد بين لنا سبحانه وتعالى يعني معالم العبادة وملامح هذه العبادة في غير موضع من كتابه سبحانه وتعالى. كما أقول لك قال ربنا سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. أنا مطلوب مني أن أنا أذكر الميثاق. أذكر إيه في الميثاق؟ طيب البنود بتاعته. طب إيه بنود الميثاق الذي أخذ علينا عشان أنا أقوم بتنفيذه؟ فين بقى بنود الميثاق؟ هنجيبها منين؟ ما من القرآن ذاته. نعم ده ميثاق صح كده، بس إجمالي برضه بتكلم أنا على بتكلم على بنود الميثاق. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما دي البنود أهي، دي البنود دي مش ميثاق بني إسرائيل فقط، دي ميثاق كل إنسان أخذ أو ميثاق بنود أي ميثاق أخذ على الإنسان. اقرأ كده، هو ده أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا وذي القربى، دي بنودها اهي، ده البنود دي كلام صريح. أنا بكلمك من خلال كلام واضح وصريح، احتاجش لتأويل. ولا ده خاص ببني إسرائيل؟ فإحنا القراءة بتاعتنا لما بنقرأ ده خاص بنا. لا من الذي قال ذلك؟ هذا هو بنود الميثاق اللي أنا مطالب به وأنت مطالب به. وبالتالي لما أقف على البنود وتكون بنود واضحة، وبالتالي أضع التصورات للتنفيذ واعتماد أي بند من هذه البنود، هنجد أنه هيتفلت منا الأمر وبالتالي لا مؤدي. أجي بعد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف تكون الإجابة؟ لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هل لنا عذر عند ربي سبحانه وتعالى؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما فيش اعتذار. طب لماذا؟ ما الأمر جاء واضح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك، ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لئلا يكون لمين؟ مين الناس؟ أنا وأنت، ما أنا إلا واحد من الناس وأنت واحد من الناس، يبقى الكلام ده موجه إلينا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين عذارا عشان لا أستطيع بعد ذلك أن أعتذر عند ربي. ما كنا نعلم، زي ما احنا الآيات اللي الإخوة تفضلت بها في سورة الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد أن تقولوا يوم. هل لهم عذر؟ هل يعني يصلح
ان هم يحتجوا بذلك، لا، ربنا سبحانه وتعالى بين انه لا عذر بعد ذلك البيان، لا عذر. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أي أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، يبقى خلاص انقطع عذر الإنسان، قطع، يبقى لا عذر. يبقى عندما أسأل أنا وإنت عند ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى خلقنا لعبادته ونحن نقر بذلك، طب إحنا ترى حققنا الكلام ده؟ نفذناه؟ أولا عشان أنا أنفذ لازم أضع التصور الصحيح، وده لن يتأتى إلا من خلال المفهوم الصحيح. المفهوم إيه العبادة؟ يعني أنا سألتك ما هي العبادة؟ هنبدأ نتكلم كده ونعرفها كما عرفها ابن تيمية رحمه الله، ده كلام إجمالي برضو، مش ممكن أبدا أنا أبدأ في اعتماد ذلك في حياتي إلا بعد التفصيل. الله تعالى أمرنا وقال أقيموا الصلاة، ده أمر مجمل، أمر مجمل لا ينبني عليه العمل حتى يأتي التفصيل والبيان. قال صلوا كما رأيتوني أصلي، وبين لنا بعد كده آدي الصلاة بما فيها من أقوال وبما فيها من حركات، يبقى نقول على ذلك مع ان ده امره بس امر مجمل لا ينبني عليه العمل الا بعد البيان. كذلك برضك احنا خلقنا العباده، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يبقى انا مامور بالعباده، يبقى لازم انا عندي تصور واضح كده ايه العباده المطلوبه مني، يبقى لابد ان يكون عندي هذا التصور الواضح التفصيلي حتى اقوم بالتنفيذ والامتثال، احقق ما خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجله. فكانت وضوح الغاية وأن الله تعالى خلقنا لعبادته، وأن ما فيش أي إنسان ممكن يختلف في هذه الإجابة أو في هذا البيان وهذا التقرير، فالله تعالى خلقنا لعبادته كما قال سبحانه. الهدف اللي احنا مفترض أنا أسعى إلى تحقيقه، ما هو هدفك في الحياة؟ أي إنسان كده ما هدفك؟ لما بنيجي احنا بأي طالب نقول يا ترى يعني ايه اللي هو عايز يصل اليه، يعني ايه اللي عايز يوصل اليه، فلابد يكون ليه رؤية واضحة وليه هدف واضح، وبالتالي عشان يحدد المسار الذي من خلاله يصل الى تحقيق الهدف. فيا ترى وضوح الهدف، نعم، ايه الهدف اللي انت بتسعى الى تحقيقه في دنياك؟ الفطرة العمرية دي منحة من رب سبحانه وتعالى، منحة عشان احقق ما خلقت من أجله، قلنا مع البيان الواضح اهو. فعلى ذلك ايه الهدف اللي انت بتسعى للوصول اليه؟ ما هو هدفك في الحياة؟ رضا الرب سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة الهدف ده كان هو ده هدف الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة اجتمعت على هدف واحد اللي هو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون البغية بتاعتهم اهي واضحة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. نتيجة السلوك هو الاستقامة، يبقى هدفهم كان كيف يصلون إلى رضا رب سبحانه وتعالى، وإن الهدف ده كان هدف الصحابة رضي الله عنهم، هدف واحد، هدف ده اللي جمع الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا عليه تحقيق الرضا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصلوا للمنزلة ازاي؟ الجزاء من جنس العمل، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بيتكلم عن الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف وصلوا إلى هذه المنزلة والمرتبة عند ربهم سبحانه وتعالى؟ كان سعيهم
كيف يصير إرادة رب سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل. فهذه هدف الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو هدف الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان، أيضا الذي يسير على نفس النهج ويسير في نفس المسير الذي صارت فيه الصحابة رضي الله عنهم، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشى رب. يعني الباب لم يغلق، يعني تستطيع أن تلج من خلال هذا الباب، بس يكون الهدف واضح أهو. فعلا أنا أسعى لتحقيق رضا رب سبحانه وتعالى، أدي وضوح الهدف، والهدف ده هيوصل الإنسان لفين، يعني حتى بيبين المآل. يبقى هذا الهدف وصل الصحابة لفين؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى ده حقق، صدق مع ربي، ونقول كان جدا في المسألة وفي التزام للطريق وفي استقامته على الطريق، عرف ما هو المطلوب، وضع التصور التفصيلي، وبالتالي سعى للوصول إليه وإلى تحقيقه. يبقى هذه وضوح الغاية التي خلقنا أجلها، واضحة واضحة. قلنا حتى لا يكون هناك عذر يعتذر به الإنسان عند رب: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ووضوح الهدف، نعم لازم لك هدف. لو سألتك ما هو هدفك في الحياة، إيه هدف في الحياة؟ هل هدف يا ترى إن أنا يبقى مثلا أوصل إلى شهادة ما، وبالتالي أبدأ أبني بيت زوجية وأختار ويبقى أولاد إلى غير ذلك؟ هو ده هدف كده، ده فرعي. إحنا بنتكلم على الأهداف الحقيقية، ألا هو رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لو عايز يحقق هذا الهدف، إيه المطلوب منه؟ يبقى لابد أنه يقف على ما كل على كل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، مش بس كده، ويبتعد عن كل ما يسخط الرب سبحانه وتعالى، لأن الابتعاد عن مساخط الرب هذا من رضا الرب سبحانه. كما نقول أن ترك المعصية طاعة، ترك الشرك وتحقيق للتوحيد، فكذلك رضا الرب سبحانه وتعالى، سعى الإنسان رضا الرب سبحانه وتعالى، منها أنك أنت تترك مساخط الرب سبحانه وتعالى، هذا لكي يحقق رضا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الهدف واضح، نعم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، دي كلها تبعات أثار نتائج أو ثمار ذلك، أولئك هم الصادقون. لماذا وصفهم رب سبحانه وتعالى بالصدق؟ صدق في إيمانه، وصدق في التزامه، واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال أن هذه الطائفة صدقت مع ربها سبحانه وتعالى في تحديد وتعيين الهدف والسعي الأكيد الجاد الصادق لكي يصل لذلك الهدف. وضوح أيضا الطريق اللي احنا نحقق من خلال الهدف. خلاص أنا حددت الهدف، يبقى بتحديد الإنسان للهدف كده وصل؟ لا لسه. يبقى أنا عايز أوصل أو أعين الطريق الذي أسلكه لكي أصل الهدف. لأن ممكن الإنسان يعين هدفا ولكن لا يعلم كيف أصل هذا الهدف، إيه الطريق الذي يسلكه؟ ممكن يسلك طريقا خاطئا، ممكن أن يسلك طريقا خاطئا. فلذلك الطريق الموصل إلى ذلك هو الطريق الموصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى وصير جهنم وساءت مصيرا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى سبيل المجرمين ده واضح؟ اه واضح. كيف وصلوا يعني إلى منزلة الإذل والصغار والهوان؟ نقول على ذلك انحرفوا. طب يا ترى دول كيف وصلوا لهذا المنزل؟ استقاموا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى في جهنم وساءت مصيره. كلام واضح اهو. بل هنيجي للبدايات كده،
لبداية المصحف والمطلب اللي احنا بنطلبه، اهدنا الصراط المستقيم. ده مطلب اهو. طب انت تصورك عن المطلب ده هو ايه؟ مفهومك عنه؟ احنا اهدنا الصراط المستقيم، كان ممكن الآية تقف لغاية هنا، وبالتالي احنا بنطلب الصراط المستقيم، لكن ممكن هذا الصراط المستقيم لا نتفق على تصوره، فكان لابد من توضيح المفهوم، لأن ده مصطلح مضمونه إيه؟ وبالتالي ده بيعلمني إن أنا دايما أقف على المفهوم الصحيح لأي مصطلح، مش مجرد كده إحنا نتعامل بمصطلحات، لأن المصطلح ده بيشتمل على مضمون، المضمون ده لازم أنا أتأكد من صحة هذا المضمون، ولابد من التقييم لهذا المضمون، وإلا هنجد الغزو الفكري أساسه هو بيبقي المصطلح ولكن يغير في المضمون، زي الشيطان كده. كيف دخل وتسلل لآدم عليه السلام؟ قال يا آدم هل أدلك على، يبقى بيكلمه على الشجرة، عارف إن دي شجرة ممنوعة، وبالتالي تخيل بقى الوسائل والحيل التي بيستعملها الشيطان. أبقى المصطلح أبقى المصطلح لكن غير في المضمون، وده الغزو الفكري، غزاك فكريا، هيبقى على المصطلح لكن يغير في المضمون، فينتقل ينطلق الإنسان لكي يحقق هذا المصطلح بمضمون خاطئ. لذلك قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، دي شجرة ممنوعة ولا شجرة مرغوبة؟ هو جعلها له شجرة مرغوب فيها، فسعى آدم عليه السلام بأقدامه للوصول إليها، وهو الذي تناول الثمار أو الثمرة، لم يأتي الشيطان بثمرة، لم يقتل الثمرة ثم وضعها في فيه آدم عليه السلام. ده الغزو، وده اللي ربنا سبحانه قاله لنا الشيطان بيغزونا إزاي. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلذلك إحنا بنحتاج إلى وضوح الطريق إلى الموصل اللي هدفه، هيدينا الصراط المستقيم. يبقى ده مفهوم أهو، المفهوم ده شكله إزاي، تصوره إزاي، بنحدد إحنا أهو، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم بالطاعة والعبودية، ده صراط موصوف في القرآن، موصوف في القرآن بتفاصيله، ده احنا بنحدد اهو، انا بحدد صفة الصراط الذي اطلب، مش بس كده، وبطلب من رب سبحانه وتعالى ان اجنب طريق الغواية، عشان كده وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، بيان واضح اهو، لتستبين سبيل المجرمين، عارف انت دول انحرفوا ازاي، وإلا لماذا قص الله تعالى علينا من أحوال الأمم السابقة؟ ليه ترى دي للتسلية؟ للتسلية والتسرية؟ ولا للعبرة والعظة؟ وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين يؤمنون اعملوا على ما كانتكم إنا عاملين وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وأما ربك بغافل عما تعملون. يبقى للعبرة والعظة، يبقى هذا القصص، وده أساسا من أهم العوامل في البناء الفكري، من أهم العوامل في البناء الفكري هو القراءة المتأنية الواضحة والوقوف على العبر والعظات والدروس المستفادة خلال هؤلاء. وإلا لماذا قصد الله تعالى علينا انحرافات هؤلاء الأمم؟ كان أمة لها كتاب انحرفت عن الكتاب، فكان النتاج أهو، يبقى ما وصلوا إليه من ذل وهوان وصغار فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. يبقى بسبب إيه؟ الإعراض والتولي، بسبب الإعراض والتولي. يبقى أنا بنفهم أهو، يبقى الطريق الموصل، وضوح الطريق الموصل، وإن إحنا عشان نصل إلى تحقيق الهدف يبقى لابد أن أسلك سبيل المؤمنين. هو سبيل المؤمنين ده كلمة كده فقط ولا السبيل ده ليه معالم؟ ليه معالم. سبيل المجرمين له معالم، وكما بينا ان الله سبحانه وتعالى وضح لنا. يبقى لما اجي اقول هذه الامه التي كان لها كتاب وانحرف عن كتاب ربها، كيف انحرفت؟ وايه الاسباب اللي دعت الى ذلك؟ طب كل ده واضح.
واضح في القرآن. طب الوضوح ده كان من أجل الثقافة كده وتداول معلومات؟ لا، ده من أجل أن أنا أعرف الطريق والتزمه، وكذلك أبتعد عن أي سبيل أو سبب به يكون الانحراف كانحراف هذه الأمم. يبقى وضوح الطريق الموصل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ده بيكلمنا عن المفهوم الصحيح اهو، ولازم يكون الأمر واضح. ما هي حقيقة الإيمان؟ ما الآية ترجمتها لي. يبقى حققوا هذه العبودية. يبقى إذا كانت يعني في العبادات القولية، العبادات المالية، العبادات القلبية، العبادات البدنية، ما هي دي أنواع العبادات مذكورة هنا في الآية. والله تبارك وتعالى ختم الآيات لكم من حقا، وذكر كده يعني النتيجة التي يصلون إليها أو الثمر التي يصلون إليها. يبقى لما حققوا الإيمان يبقى ده مفهوم. الإيمان ده مش عبارة عن كلمة بتقال، ولكن هذا الكلام الإيمان له مدلول. فين مدلول الإيمان؟ كما إحنا بنقرأ كده في بداية سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. لو وقفت الآيات هنا لو قلنا إن هم إيه حققوا بقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، لا، ده بدأ يوضح لي المفهوم. مين المؤمن الذي يكتب له الفلاح؟ اللي هو فعل الإيمان، حقق الإيمان. ولذلك جاءت الآيات لكي تبين لنا هذا الأمر، وختمت كما نعلم لكم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى وضوح الطريق الموصل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجادا وسبحوا بحمد ربهم ولا يستكبرون تتجافى جنوبهم. الآيات لسه فيها استكمال. يعني ساعات لما نقف هنا والإمام بيقرأ بها وسجدنا خلاص، يعني كأن دي نهاية الآية. لا، مش نهاية الموضوع ده، لسه الآيات كده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العمل أو التطبيق التفعيل. يبقى الطريق الموصل إلى تحقيق الهدف، يبقى نقول هذا طريق واضح وبين. آدي المطلوب أن أنا أسلك سبيل المؤمنين وأبتعد عن سبيل المجرمين. طب سبيل المؤمنين ده أعرفه إزاي؟ إيه أمراته؟ إيه علاماته؟ إيه مظاهره؟ كل ده يعني في كتاب ربك سبحانه وتعالى، وتفاصيله في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أنا أبتعد عن طريق أهل الغواية والضلال. طب ده سبيل المجرمين، يا ترى أعرفه إزاي؟ إيه الأمارات بتاعته؟ إيه العلامات؟ الدلالات؟ إيه المظاهر السلوكية لهم؟ كل ده موصوف بحذافير في كتاب ربك سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا كم بند كده؟ نبدأ من الأول تاني؟ ها؟ يعني نستهلكوا الوقت وخلاص؟ الوقوف على المعنى. ها؟ نعم؟ الوقوف على المعنى، الاستفادة الشخصية من هذا المعنى بالالتزام، ثم أثر هذا الاستفادة على المجتمع، أي دعوة إلى دي البداية. دي البداية. احنا بنتكلم على مسائل الوضوح اهو. مش احنا قلنا كم بند في مسألة الوضوح؟ الوضوح الهدف. طيب احنا قلنا البرنامج كله خمس حاجات. تقول الخمس؟ بين الهدف، بين الطريق، بين العقبات، بين المآلات، بين الوسائل. وانت طب تاني بند قلت فيه بين الطريق والله سبحانه وتعالى. الطريق ده ايه؟ رقم كام؟ ثلاثة. الهدف والغاية مش رقم ثلاثة؟ انما الهدف فتوح الهدف نمرة اثنين. وضوح الغاية، وبعدين وضوح الهدف، وبعدين وضوح الطريق الموصل لتحقيق الهدف. طب مين من الإخوة كده يقول لنا آية على كل بند؟ آية على كل
احنا ذكرنا آيات كتير اهو مش كده؟ ما لو احنا اتكلمنا كده يبقى الكلام راح. عايزين بقى يا اخوة يا اخ كده يقول لنا. نعم. مش يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. لا عفوا انا خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ده الغايه. اي نعم. عايز تقول دي؟ نعم. عايز تقول البند ده ولا عايز تقول حاجه ثانيه؟ الهدف من الجن والانس الا ليعبدون. خلاص دي خلصت. طبعا طريق ملامح العباده. ملامح العباده اللي هي موجوده في الشخصيه. واذا اخذ ربك من ادم ونوريه. ده بنود الميثاق. ده انا كنت بضربه مثل، يعني بقول عايزين نعرف ملامح ومعالم العبودية زي ما احنا كده بنقرأ واذكر ان الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. ايه الميثاق اللي وثقنا به؟ ايه الميثاق اللي اخذ علينا؟ فاحنا نقول بقى ليه بنود؟ بنود نجيبها منين؟ ما هو خلاص ده الهدف. طيب ماشي. الآية ايه احنا بقى؟ الآية كاملة. أنا ما قلتش الشاهد. أنا لما أقول الشاهد حاجة ولما أقول الآية حاجة تانية. دليل كله. ورضوانا. نعم. طب لو إحنا قلنا نعم ماشي. لو إحنا قلنا إن ده كان هدف الصحابة فعلا اجتمعوا على هذا الهدف نجيبها منين؟ لا ده الشعار بتاعهم. احنا بتدخلوا المسائل انتوا كده. السابقون الاولون. ايش حمود يا سيدي؟ الاخوه انت كده عملت عمليه صحصحه. لا ده الاخوه كده يعني. طب احنا بس نستاذن اكلتم يعني؟ الحمد لله. ما هو طيب يعني ده هم يعني عشان خد بالك عشان يفرغوا الذهن لزاد الاخره صح كده؟ يلا المفترض ما نجيش بقى ايه نبرر ونعتذر ان الطعام عمل وخم عندنا مش كده؟ لا الدنيا صحصحت. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان نبي الانبياء قال كده. لو كان واحد كان بيبني داره وبالتالي لم يبني بأهلي فلا يتبعنا في الغزو عشان منشغل. لما هو أكلك ما خلكش تنشغل بيه عشان تنشغل بإيه؟ طريق واحد أهو. فدي حجة عليك وليست لك صح؟ بس نالك ما نلت بقى. ف يعني مفترض يعني هم فرغوكم تماما. يعني هو ده احنا انا بس تلخيص بسيط للكام نقطة اللي فاتوا وتكمل حتى شيء هو الدكتور محمود ربنا يبارك فيه بيقول لي اقول تلخيص بسيط بس انا شايف كده يعني يعني لو انا في البدايه كده ودي بقى غلطتي انا في البدايه كده قلت لكم خلي بالكم انا هسال على اللي انا قلته واللي جاوب السؤال ياخد 100 جنيه طبعا كل المدرج كان هيفرح عيده مش هتفلت منك حاجه شوف الجائزه الدنيويه بتحركك ازاي لما اجي اقول لك يعني ليك الاجر والثواب عند ربك سبحانه وتعالى كأني بنزهد فيه كأن احنا بنزهد فيه عايزين احنا الجائزة المادية كأن هي دي اساسا اللي ايه اللي بتحمس الواحد يقول لك الغاية فلو احنا قلنا كده من البداية كان ممكن الواقع يختلف نلاقي كده سألنا سؤال الاخوة قال لما اجد اخ مش رافع ايده ليه لانه عايز الجائزة طب الصحابة كانوا ايه يبتغون فضلا من الله ورضوانا عايزين اجر منين طب والثواب ما احنا مش ده الهدف ده هدفهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مش دي الايات دي بتتكرر علينا في فجر كل جمعه
يعني فجر كل جمعة، لا نريدكم جزاء ولا شكورا، إن نخوف ربنا يوما عبوسا قمطرين. أمال إيه اللي حركهم لكده؟ إيه اللي خلاهم يعني يدفعوا ذلك المال؟ وآتى المال على حبي، إيه اللي دفعوا لكده؟ إيه اللي حركوا؟ الصدق مع الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ده بيعطي أناس يعني لا حاجة له فيهم، يعني دول مش هينفعوه بحاجة، لكن هو أراد الأجر والثواب من الرب سبحانه وتعالى. مش كده؟ ده يتيم، ده مسكين، ده عاجز، يعني ايه المنفعة اللي هو هينتفع بيهم؟ لو قلنا كده مصالح دنيوية متبادلة، لا، هو أراد الأجر والثواب المثوبة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بذل يعني شيء بيحبه، يعني هذا شيء جبل الإنسان على حبه، ألا هو المال. وآتى المال على حبه، على الرغم من حبه شديد المال، لكنه أنفق هذا المال مرضاة لله سبحانه وتعالى. فصححوا الأمور شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين نعينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أو طيبة أو خصبة يعني قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب، النوع الثاني أهو، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ولا عشبا. المثل أهو، وبعدين وضح لنا. فقال: فذلك مثل من فوقها في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، مثل واضح تماما، أنا مع الأرض الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فين احنا؟ الأرض الأولى دي انتفعت ونفعت، كانت تقسيمة اهو، دي أرض نقية ودي أجادب صخرية يعني أمسكت الماء ونفعت الغير، وإن لم تكن تنتفع به، ودي قيعان زي الأرض رملية كده تشربت الماء ولم تمسك الماء ولم تنبت كلا ولا عشبا. فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. جملة واحدة، دي مش جملتين، دي جملة واحدة. علم وعلم، ودي ينطبق مع الكلام الأولاني اللي احنا قلنا ان اي نص اتعامل معه ازاي، يبقى في تعامل ذاتي شخصي انتفاعي ونشر ذلك وبثه الى المجتمع، يبقى في جزء محور مجتمعي ومحور ذاتي شخصي، يبقى انا انتفع به وانفع الغير. واحنا بينا في البداية الصحابة رضي الله عنهم، ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم، عشان كده احنا اللي احنا بنتعلمه ده من نقل الصحابة رضي الله عنهم، يبقى ما كانش بيتعلم المسألة لنفسه وتكون حبيسة في صدري ويطبق ذلك لنفسي فقط، لا. في محور تاني، وده محور مرتبط بالأولاني، هو بث ونشر ذلك الشيء. هنا برضك نفس كده، فعلم وعلم، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، جملة واحدة، دي جسد واحد، دي مش يعني جمل متفرقة، كما نقول كده بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دي ركن واحد، يبقى دي جملة واحدة كده، ده ركن واحد، هذا هو الركن الأول، ينقسم إلى لفظتين، كلمة التوحيد والاتباع. فكذلك أيضا علم وعلم، هو ده الطريق، وإلا إحنا بنقرأ وبنستمع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك
يلعنهم الله يلعنهم يلعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى ده وعيد وتهديد لمين؟ لمن تعلم علما ثم كتم هذا العلم. وإن كان إن هو بيطبق هذا العلم في ذاته أو في شخصه، لكن لا، ده في جزء تاني مرتبط به هو نشر ذلك العلم. لا يكن حبيسا أبدا في صدرك، وإلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب إيه؟ لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما أحب لنفس الخير أحب الإخوان الخير. بس هي مش مسألة بس حب كده عاطفي، بس حب لازم يكون له رصيد من الواقع ذاته. فبالتالي بقى وضوح الطريق الموصل للهدف واضح جدا، لأن ممكن أنا قلنا نحدد هدف، وهدف جميل قوي، لكن فين بقى الطريق اللي أنت هتسلكه عشان تحقق به الهدف؟ يعني في طرق أمامنا طرق، وبالتالي لا بد أن احنا نتخير الطريق الصحيح الصواب، وإلا دي في طرق متعددة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل الوسائل الإيضاحية في البيان، بيستعمل وسائل إيضاحية، شوف رسم كده خط مستقيم وقال هذا صراط ربي مستقيم، ورسم خطط عن يميني كثيرة، خطط عن شمالي كثيرة، وقال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إلي، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. الرسم الإيضاحي للبيان، يعني للبيان اهو. يبقى فكان ده أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك وضوح الطريق الموصل، ارسم الطريق، ارسمه كده، وبالتالي ضع العلامات والأمارات. وأيضا يبقى هذا طريق سبيل المؤمنين، احنا كما بيناه في بداية سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لو ما كانش أنا عندي مفهوم وتصور واضح عن الصراط الذي أطلب، ممكن نخطئ طريق، ممكن نخطئ طريق. يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عمن ضل ويحسبون أنهم مهتدون، حساباته كده حسابات خاطئة، بنى ده بناء على قيم أو معايير مغلوطة، فعلى ذلك يظن أنه على الهدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني هو رؤيته أنه مصلح، فلذلك قال إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. لا يقول ذلك، لم يقل ذلك استهزاء، ولكن هو ده ظنه حساباته. وإلا إحنا ما بنيجي نقرأ كده: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ليه مش هيهتدوا؟ لأنه في ظنه أنه على الهدى، في ظنه هيسيب الهدى لفين؟ فالشيطان على ذلك زين له ذلك أنك أنت على الهدى، ولو ترك الهدى يبقى اللي هو في ظن أنه هو هدى هو ضلال في الحقيقة. عشان كده في دعاء اللهم أرنا الحق حقا، ممكن أنا أرى الحق غير ذلك، نعم، ما اللي ضلوا رأوا كده، يعني رأوا ضلوا ذلك، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. انك انت ممكن تعرف الحق لكن لا تلتزم، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ادي ضلاله بيجي نتيجه التباس، يبقى يخلطون الامور فيظهر الباطل في صوره حق، يندفع الانسان لتحقيقه في حقيقته باطل، ويظهر الحق في صوره باطل، وبالتالي حيبتعد عنه ظن ان هذا باطل. فلذلك لابد من الوضوح، الوضوح في حياتك، وايضا الوضوح في الطريق الموصل، معين انا الطريق. انا دلوقتي كان الهدف ان انا اوصل للمكان، يبقى لابد ان انا اسلك الطريق الموصل. لو انا سلكت طريق اخر مش هيوصلني، مع ان انا سالك في طريق اهو، انا بسير في طريق بس مش هو ده اللي وصلك. يبقى لابد من التعيين الطريق الموصل، يبقى ده سبيل المؤمنين وابتعد عن سبيل المجرمين. كذلك وضوح العقبات التي يلقاها الإنسان في الطريق، يعني الطريق لم يعني يكون به الرياحين والورود، لا، ده طريق به عقبات كثيرة جدا، وبالتالي أنا لازم أعرف العقبات وكيف أجوز العقبات.
احنا بنقرا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. ده الطريقه اهو. البعض بيظن ان هو باداء للطاعات يبقى على ذلك ده الطريق الموصل للجنه. يعني هو نظر للطاعات فقط، وبالتالي تجده يقوم الليل يصوم النهار، تجده يقرا في كتاب ربي سبحانه وتعالى، تراه مسبحا مستغفرا يتصدق. هو ده جزء من المطلوب. عشان كده قلنا التصور لابد ان يكون واضحا. في عقبات في الطريق، ما حفت الجنه بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت حساباتك ان احنا نصل للجنه بلا ابتلاءات، بلا نوازل، يعني بلا اصابات، بلا تضحيات؟ لا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ ان كان الظن بتاعك كده صححه. يبقى هذه ايه العقبات التي بتعوق الانسان في سيره الى الوصول للهدف. يبقى عقبات واضحه ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وذكر لنا كيف يجوز الانسان هذه العقبات. يبقى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي عليه الصحابه رضي الله عنهم في قصه خباب بن الارت رضي الله عنه، لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستظل برده في ظل الكعبه، وبالتالي جاء خباب بن الارت الا تستنصر لنا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيبين له الطريق، ده الطريق. كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ثم يشق إلى نصفين ما يثنيه ذلك عن دينه. شدوش يعني، ده ابتلاء شديد قوي. تصور انت المسألة، احنا بنقولها كلاما لكن لابد ان تتصور المسألة كواقع. لو الواحد تعرض لكده ماذا اصنع؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة؟ هو ده الطريق للجنة، هو ده الطريق. ابتلاءات، نوازل، شدائد، ضيق، إذا كيف نتعامل معاه؟ يبقى أدي وضوح أهو العقبات ووضوح منهج التعامل معاها، منهج التعامل. وكان أيضا يمشط الرجل بأمشاط من حديد دون اللحم والعظم ما يثني ذلك عن دينه. والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى الا الله والذئب على غنم. الامر هيتم العاقبه والتقين. يوضح لهم اسس كده، دي قيم بيتربى عليها الصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي ادي الطريق العملي، ودي سنن كونيه. فنقول على ذلك وضوح العقبات التي تبث في الطريق تعوق سير الانسان. مش بس كده، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نجوز العقبات. ده من خلال القرآن. يبقى احنا قلنا كم واحدة كده؟ ده انتوا مختلفين في العدد. انتوا مختلفين حتى في العدد. ده انا مش بقول مش بنقول المضمون لسه، مش بسأل على المضمون. قول لي قول لي هم. طيب امال انت مش شايف دول خمسه؟ لا لا، قبل الطريق الهدف، مش قبل الغايه، بعد الغايه الهدف، بعد الغايه الهدف. ماشي يبقى كام كده؟ عديتهم على صوابعك؟ عديتهم على صوابعك؟ أربعة. لا لا، هم أربعة كده. في وضوح المقومات التي يحتاج إليها السائر في الطريق ليصل للهدف، ده بند. وفي بند الأدوات والوسائل التي يستعين بها الإنسان في طريقه، وايضا وضوح المآلات. ليه وضوح المآلات؟ ليهلك من هلك عن بينه.
وأحيا من حي عن بينة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. فأنا هكتفي إن شاء الله تعالى بالأربع دهيت، وعشان أنا أخذت من وقت الشيخ سعيد ربع ساعة، فجزا الله خيرا أنه سمح لنا بكده. جزاك الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.